طب نبدأ نعمل مكرونة بالفراخ؟ خلينا نسلق المكرونة. طيب نسلق المكرونة. سلق المكرونة في فن هنا، خلي بالك. معلتين زيت زيتون. تحب تساعديني ولا في حاجة معينة حابة تعمليها من الألف للياء؟ لا هعمل معاك بقى. اتفضل، المكان مكانك ست الكل. بس هحتاج جوانت. عينيا، اتفضل. سلق المكرونة ده نبدأ بيه تاخد وقتها. دي حاجة صعبة صح؟ لا حاجة صعبة. لا دي صعبة. حاجة سهلة. طب والله بجد حاجة صعبة. أقول لك ليه بقى؟ يعني عشان ما تعجنش؟ علشان ما تعجنش لازم تسلقيها في مية مغلية. لازم طبعا المية تبقى مغلية. لا لازم، وعليها زيت وعليها ملح. بالظبط. دي أول حاجة. خلي بالك مش كل المكرونات بتستوي في نفس الوقت، هو تلت ساعة ده المعروف، بس في مكرونات تانية لا بتحسها بعد التلت ساعة برضو بتبقى ناشفة شوية. ويا ريت تكمل سواها مع الصوص بتاعها تبقى ألطف بكتير. بالظبط، لو في صوص لازم طبعا تكمل سوا. السؤال المعتاد دايما بنسأله لضيوفنا هنا، أول حاجة بنسأله في رمضان، يا بنتعزم يا بنعزم، أنت مين منهم؟ نص ونص. لا مفيش يا ابيض يا اسود. لا مش ابيض يا اسود، يعني لو جت عزومه على المشي عزومة. ماشي اوكي. لو جت عزومه على المشي اوكي طبعا. انما بيبقى فيه في الخطه بيبقى فيه جدول معمول كده ان كل اسبوع في مجموعه معينه من الناس هعزمها. حلو. يعني ممكن انا اكون طول السنه ما بحبش اقف في المطبخ كتير لمده طويله. حلو. لكن في رمضان الوضع بيبقى مختلف تماما. تحب تتعزم اول حاجه؟ احب اتعزم طبعا، واحب اعزم كمان، لان ساعتها في رمضان بيبقى الوضع مختلف. يعني ببقى حابه كل حاجه تبقى على السفره محطوطه، عامل الحلو والحادق والعصير والشوربه، تبقى سفره متكامله. ده ما بيحصلش طبعا في الايام العاديه. استعداد طبعا. طبعا. طيب انت من الناس اللي بيحبوا في الشهر الكريم، يعني في بدايه الشهر الكريم، نتعزم بس عند القرايب ونجمع العيله والاسره، ولا جالك تليفون ايا كان بقت العزومه انا رايحه مع لا العزومة. هي في حاجات مقدسه، اول يومين دول الاهل مامتي وبابايا، وتاني يوم حماتي. في جدول كده محطوط لازم اول يوم ماما. بعد كده يعني اول اسبوع بقى، بعد يعني بقيه الاسبوع بنريح، بكام نبدا من تاني اسبوع بقى نشوف العزومات هنعزم مين، هنتعزم عند مين. ممكن نعمل ديش بارتي برده، بتبقى من كويس، تبقى من الافكار المطروحه، كل واحده بقى تجيب احسن طبق بتعمله. بتتميز بيه في العيله. بالظبط كده. كل واحد يفرد عضلاته في اليوم، كل واحد يفرد عضلاته. طيب السؤال المهم جدا بقى، ولادي انا عارف ان هما بيحبوا الاكل الهيلثي كواليس، عارفه بقى هما تعودوا عليه. هي مش فكره بيحبوا بس الفكره ان انا عودتهم دايما ياكلوا كل حاجه. حلو. سواء بقى الحاجات اللي بنحبها، الوجبات السريعه او الحاجات المسبكه او الحاجات الهيلثي. الحاجات المسلوقه يعني هما ممكن ياكلوا قرنبيط مسلوق، ما عندهمش مشاكل. اللي يتحط قدامهم لازم يتاكل. حلو. فانا عودتهم على كده بصراحه، علشان يعني مش دايما بيبقى فيه اوبشنز كتير على مزاج كل واحد في الاكل. انا عايز حضرتك تحمري لي الفراخ دي. احمر لك يعني الفراخ؟ بصي عايزك مهارتك الطاويه الجميله، احط لك بصلايه. تحبي تحمري الفراخ بقى للمكرونه، تحطي بصلايه وتومه؟ انا بحب لازم البصل ده اساسي، والتوم كمان. انا يمكن اكتر بحب التوم بشكل اساسي مع الفراخ. حلو. يعني في معظم تتبيلات الفراخ اللي بعملها بعتمد على التوم. مع ان في سيدات كتير يعني يحبوا يخشوا المطبخ يحبوا طعم التوم بس ما يشوفوش في الاكل. لا انا غير كده خالص. انا التوم بعتمد عليه. هي دي سخنت؟ بتسخن اهي زي الفل. ولا نستنى عليها شويه ما تزيد بس. من ضمن طبعا اللي عايزين نعرفه كمان من حضرتك، انت لما تحبي تخرجي تاكلي بره، تاكلي الاكلات الشعبيه ولا بقى النظام اللي هو الاكل البيتي اللي انت عارفاه، تروح على مطعم بيعمل اكل بيتي والاكلات المعروفة؟ في الغالب لان في حاجات انا بحبها ما بعملهاش خالص. يعني مثلا الكوارع. الكوارع دي وانا طفله كان مستحيل اكلها. بس يمكن لما كبرت شويه بقيت في حاجات كده في الاكل بيبقى عندي استعداد اجربها. ماما ممكن تعمل الكوارع؟ ماما انا مامتي والدتي مش مصريه بس بقى عندها خبره في الطبيخ رهيبه. تعمل حاجات لا تتخيلها اصلا. تحب تخش المطبخ تعمل كل حاجة. الاكلات المصريه. بتعمل اكلات، اتعلمت اكل مصري كويس جدا. يعني تعمل ممبار بقى وكوارع وكرشه، كل حاجه ممكن تتخيلها. ماما جنسيتها ومحاشي. هي بولنديه. بولنديه وبتعمل كوارع؟ بتعمل كل حاجة. هما بره بياكلوا الكوارع على فكرة. كوارع. وبياكلوا الكرشة، بيعملوا منها شوربة، يعني شوربة تقيلة يعني كده. مش احنا لوحدنا بنحب الحاجات دي اللي هي الشعب الجميلة دي. لا مش احنا لوحدنا. وتعملها باحترافية يعني. بتعملها لأنها بتحب المطبخ وتحب تجرب كل حاجة جديدة. حلو. طيب ماما تحب ايه من الاكلات المصريه؟ اول طبعا يعني بتحكي لك عن ذكرياتها واتجوزت بابا طبعا، فاكيد يعني البامية. في اكل مصري. انا ما اعرفش ليه الاجانب بيحبوا الباميه. ليه الاجانب؟ مع ان هم ما يعزوش الملوخيه خالص. دي مهمه جدا على فكره الباميه. يعني هم الملوخيه بالنسبه لهم شيء غريب. انما بيحبوا الباميه جدا. يعني انا ساعات كنت اسافر اخد باميه معايا. اخد باميه وفلفل قرون فلفل حامي ونعملها هناك. يحبوا اكله الباميه بالذات باللحمه الضاني. باي نوع لحمه بقى ورز، لان برده مفهوم الرز اللي عندنا ده مش هم بره. هم بره بيعتمدوا اكتر على لا بياكلوا بره اكتر البطاطس المسلوقه بالنسبه لبولندا. يعني يعني طبق البطاطس عندهم اهم حاجه اساسا. البطاطس بديل الرز.
فلما تعمل لهم بقى رز بالشعريه يحسوا ان ده حاجه ابداع يعني، وخاصه مع التاجد الباميه لازم رز بشعريه كده معاك سخنه زي الفل. استنى عشان تمام. تسلم ايديك. حلو يا ميه التعاول. عايز ايه؟ لا بشوف المكرونه. المكرونه هناخد منها شويه ميه، احنا نعمل بيها الصوص بتاع الفراخ زي ما احنا بنعمل كده اهوت. ايه رايك؟ عاده الملح طبعا والفلفل بنحطه قرب الاخر. وفي اللحمه بنحطه في الاخر خالص عشان تستوي اسرع. بتحبي المكرونه تبقى سبايسي شويه ولا نكتر فيها الكريمه اللباني؟ انا مش بحب السبايسي بس يعني ممكن نزود. حته الاكل النهارده بيتعمل على ذوقك. لا انا ما بحبش الحاجه تكون حراقه قوي في الاكل. لا خالص. بتخش المطبخ بتعملي اكل، بتعملي الاكل ده بناء على رغبه ولادك ولا رغبتك انت ورغبه زوجك وماما مثلا؟ ما هي رغبه ولادي دي مشكله. هو في عمر يعني واحده في البيت كده كذا حد عايز يغير من الاكل. ايوه بس هو في حد كل ما تسال كل يوم هناكل ايه وحد بيديك اجابه؟ ابدا. لا لا وفي الاخر يعني ما حدش بيديك اجابه. ففي الاخر خلاص بعمل اللي على مزاجي، بيبقى امر واقع الا لو في حاجه معينه يعني كتير دلوقتي بيحصل اعتراض على السفره يعني تلاقي واحد عايز. لا ما بيحصلش اعتراض على السفره. عندك انت فيش الكلام ده مع الولاد؟ اللي وبعدين هم بقوا دلوقتي مثلا يشوفوا وجبه معينه حاجه جديده عايزين نجربها طبعا على السوشيال ميديا اليوتيوب او التيك توك فيقولوا طب يلا نجرب يلا نعملها النهارده فنجيب المكونات ونعملها فده بيبقى لطيف برضو التجربه يعني يحبوا يعني. الاكلات اللي هي تاليفه ملهاش اسم يعني مثلا مش نقول لك مثلا طاجن مسقعه طاجن فلاق يكمل حاجه الاختراع يعني بالظبط كده او حاجات اكلات غريبه يعني دلوقتي كتير منتشر حاجات من المطبخ الصيني الايطالي فالناس كتير بتقبل انها تعمل الحاجات دي بتبقى سريعه وكمان وسهله بتبقى سريعه وسهله عايزين نعلي عليها النار شويه قولي لي الفراخ كده استوت معاكي يعني محتاجين نعلي عليها النار شويه نحط شويه زعتر عليها هل كده عايزين الملح والفلفل عايزه تحط الملح والفلفل حط الفلفل على ذوقك انت اتفضلي يلا شويه بابريكا من ايدي بابريكا حمرا تحب البابريكا احط حط البابريكا اهي بابريكا بتبقى يعني خليط لطيف مع الفراخ دايما يعني هو بس التيست ياخدنا في مكان تاني الملح بقى كده فلفل كمان شويه قلبهم كده بقى تسلم الملح يا استاذه ليلى الملح حاضر اتفضلي لا الملح ده بقى يعني عارفه ده مزاج ملح ده انت بتحب الملح زياده ولا كتير؟ لا قليل 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 اقل من الطبيعي كمان اقل من الطبيعي لان انا مقتنع برضو وفي رمضان نقدر نعالج موضوع الملح هو الملح لو قليل هتزود هي مشكلته لو كتير بيبقى مش قادر تاكل خلاص خاصه لو اكله فيها كريمه وحاجات زي كده بالظبط واضح انك شاطره في فدايما الملح لازم يعني ممكن تزوده في اي لحظه وانا عاده سواء ملح او سكر ببقى دايما اقل من الطبيعي يعني انا لو بعمل حاجه حلوه الشربات مثلا يقول لك كوبايتين سكر على كوبايتين ميه لا هي كوبايه سكر وكوبايتين ميه دايما اقل هو تظل الحاجه بتفضل مسكره بس السكر اقل تظل الحاجه تفضل مسكره طالما بتعملها ليلى والفراخ بتستوي اهي والفراخ بتستوي على الشاشه شهاده منها قالت لي انك تحط البابريكا على الفراخ والزعتر نقل الفراخ في حته ثانيه ايه رايك في طعم الفراخ ريحتها بقى ريحتها طعم ده لسه بدري قوي على مندوق طيب ايه الخطوه اللي بتتم بعد كده؟ احنا بعد كده عايزين دلوقتي نشوف المكرونه بيتهيألي انا عايزك تعمليها على ذوقك النهارده على ذوقي النهارده طب عايزين معاكي الفراخ مستويه ومعاكي المكرونه في طريقها ان هي تستوي خلاص عايزين نعمل بقى اللي هي الكريمه بالظبط كده عايزين شويه اللبان. ميه هنا والكريمه اللباني الكريمه اللباني اهي اتفضلي ونخلي المكرونه تكمل سواها في ايه رايك اخد لك شويه شوربه في شوربه المكرونه طبعا شفت بقى التركية دي كده شفتي اهيت وشوربة المكرونة فيها نشا فمش محتاجة انك انت تديها قوام بالظبط خلاها كده الفراخ تكمل سواها وانا دايما بحب المكرونة تستوي مع الفراخ عشان بتمتص كمان الطعم والبهارات اكتر لما لما تبقى لسه نص سوا ومع الكريمة بتبدا تمام. تمتص كل الحاجات تمام زي الفل هي صدور الفراخ دايما بيبقى بصراحه بيتعمل منها حاجات كتير قوي ايه اللي ممكن تعمليه بصدور الفراخ غير المكرونه اللي احنا عملناها النهارده معاكي بين ايديكي دلوقتي صدور فراخ شرايح صدور فراخ شرايح انا زي ما قلت لك بعمل اللي هو المحشيه سبانخ اللي محشيه سبانخ حاجه تانية كمان بتتعمل زي كفته كده عارف لما بتعمل كفته الجمبري او كده الفراخ دي بتضربها في الكبه كلها بتحط عليها بقى يعني بتحمر بصله واحط بس الكريمه الاول وبعدين لا انا ملاحظ الاستاذه ليلى وهي بتتكلم عن الاكله كانها بتقدم نشره يعني بتشرح جوعتني وهي عارف بقى الكفته بقى يعني عارف انت ازاي ايوه بعدين بتحط يعني بتجيب بصله بتحمرها بتحط فص ثوم وبابريكا ومعلقتين بقسماط
وبتحط كمان يعني قلنا بابريكا وقلنا ممكن تبشر جزر ممكن جزر تبشر عليك. كوسه كل ده بتبقى عجينه وتكورها بالظبط وتكورها وبقدونس طيب فدي بتبقى ظريفه قوي وبتحطها بقى على ورقه الزبده وتدخلها الفرن. انت بتشهدي لنفسك انك انت بتحب المطبخ وشاطره فيه مع ان المعلومات تقول غير كده. الدجاج مع الاستاذه ليلى اخباره ايه؟ المكرونه بقى المكرونه الدجاج كده جاهز هو كده تمام بالمكرونة. جاهز الناس دي اعتبريها بقى ايه خبر بتقدميه ازاي تعملي شوربه المشروم. لا انا ممكن اقول لك شوربه الطماطم شوربه المشروم ده شوربه مشروم سهله جدا. انت بتقولي الوصفه عادي قوليها عادي. بقول الوصفه عادي شوربه مشروم بالكريمه والفراخ بالكريمه قوليها. ما هي نفس الفكره اللي احنا بنعملها دي انا مش بعملها بصراحه شوربه المشروم دي خالص. بعمل بس شوربه الفراخ بالكريمه نادرا بصراحه يعني. شوربه الفراخ بالكريمه اللي ممكن اعملها اكتر شوربه الطماطم بس حضرتك ممكن بقى تقول لها شوربه المشروم بتتعمل ازاي. انا اللي اقول يعني انت اللي تقول هقول شوربه شوربه المشروم كالاتي. بنجيب شفت كالاتي دي بقى جايه ازاي كالاتي بنجيب مشروم طبعا يتقطع بالطريقه اللي الشيف مغازي بيقطعها دايما عشان تبان شخصيته في قلب الشوربه له تقطيعه كده لازم تقطع بشكل طولي وياخد تومه وبصلايه ناعمه ويتشوحوا كلهم مع بعض في الاخر بننزل بمعلقه دي نشوحهم مع بعض برضو وننزل بكوبايه من الشوربه شوربه فراخ او شوربه لحمه يفضل شوربه فراخ وبعدين ننزل بكوبايه حليب والكريمه اللباني غلوه على النار معلقه الدقيق اللي انا قلبتها مع المشروب والتومه والبصله هي اللي تديني القوام لشوربه المشروب هي دي خلاص محتاجين نطفي عليها عايز شويه ريحان بس زي الفل. خلصت المكرونه تسلم ايدك لان كده هي بدات تشرب لا انا عايزك تحطي انت بقى بدات تشرب الكريمه فبقدونس كده مش هيتبقى صوص كده. طب انت بتعملي شوربه طماطم؟ بعمل شوربه طماطم انا عايز اسمع من حضرتك كده مقدمه لشوربه الطماطم. شوربه الطماطم انا عاملها بطريقه مختلفه شويه عن اللي بنعملها هنا في مصر يعني برضو هي طريقه بولندي كده يعني الموضوع مشابه بس مش نفس المكونات اللي احنا بنحب نسمع بالبولندي بالمصري المهم انك تقوليها بالنشر الاخباريه بالطريقه اللي بتديها بالفصحى يعني بالفصحى خلينا بالعاميه عادي. بيبقى عندك طبيعي شوربه بقى شوربه لحمه او شوربه فراخ وصلصه مش لازم طماطم يعني بتحط الصلصه هي الاساس فيها ايه ان هما بيعملوا فيها حاجه زي النودلز كده بتجيب بضايه 3 معالق دقيق ومعلقتين ميه وتفضل تقلب فبيبقى عندك زي عجينه تبدا بقى المفروض ان الصلصه والشوربه دول بيغلوا على النار تبدا تصب بقى العجينه اللي عندك دي تحاول تصبها هي ممكن تطلع منك تطلع عشوائيه طبعا مش كلها شكلها متشابه بتبقى عباره عن نودلز بتسيبها بقى تاخد غلوه وبعد كده في الاخر بتحط كريمه حامضيه او ممكن تحط زبادي لو ما عندكش الكريمه الحامضه بس الزبادي لو حطيت الزبادي تحط معاها معلقه نشا لا خالص هي فيها النشا لا انت بتاخد يعني علبه الزبادي دي بتاخد معلقتين من الحله وتقلب الزبادي فيها وتكبها دي على الطريقه البولنديه بالظبط هي الفكره اللي فيها بتبقى فكره المكرونه اللي انت بتعملها بنفسك دي والمكرونه دي ممكن تعملها في الشوربه العاديه برده مع البقدونس والجزر المسلوق وكده بتبقى ظريفه جدا يعني وبتبقى في نفس الوقت مش تقيله قوي واضح انك خبره فيها وانت بتشرحي الطريقه وانا بحبها. طيب نغرف المكرونه ايه رايك المكرونه شكلها جميل فين الطبق الحلو بتاعها الطبق اهوت ده شوف بقى ليلى لما تغرف طبق مكرونه ممكن هنا عشان ما توقعش مع حضرتك ممكن دي فكره كويسه ايوه هنا كده تعالى هنا حط المكرونه هنا ايوه كبيره ما شاء الله تمام ممكن نقرب ده كده ولا هيبقى باين ايوه عادي خد راحتك انت بتغرفي المكرونه لضيوفك دلوقتي ولادك جايين هيفطروا معاكي لا هي فين من الكاميرا لازم تبقى باينه ايوه طيب مخرجنا الجميل هنشوف مقادير شوربه الطماطم على الطريقه اللي مش بتحبها الاستاذه ليلى ليه بس انا ما قلتش مش بحبها يعني مش احنا نعمل شوربه الطماطم على الطريقه المصريه شوربه الطماطم بالكرفس والكرفس ملك الشوربه يا استاذه ليلى الكرفس على شوربه الخضار بينقلها في حته ثانيه طماطم ونشيل القشره بتاعتها وده طلب الاستاذه ليلى ما بحبش قشره الطماطم شيلنا القشره ومعانا كرفس ومعانا بصل ومعانا ثوم ومعانا شويه كريمه لباني وهنعمل شوربه المشروم ودي مطلوبه على الفطار دايما طالما احنا ما عندناش حاجه فيها طماطم المكرونه بالوايت صوص تقريبا بالظبط وممكن تحط جبنه موزاريلا لو انت حابه على فكره اكيد اختيار بعد اذنك حلو والشوربه على الشاشه حلو هنحط البصلايه الناعمه تعلميها بقى دي يا استاذه ليلى دي غير اللي حضرتك انت حباها ماشي طيب خلونا نحمر البصلايه لان لازم البصلايه تاخد لون عشان تدي طعم للطماطم والاستاذه ليلى بتجرنش طبق المكرونه الجميل اللي بيتكلم مصري من بين ايديها شفت المقدمه ده اذاعي جميل انا مذيع احنا كان ممكن برضو نحط فيها فلفل على فكره زي ما انت حابه انت اعملها على ذوقك انت ومعانا سلطه البابا غنوج هنعملها النهارده بطريقه مختلفه تناسب السحور وتناسب الفطار